Queen Elizabeth was a life well lived, a promise with destiny kept, and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today. تجرى الاستعدادات لنقل نعش الملكة إليزابيث الثانية من العاصمة الاسكتلندية دنفر إلى لندن تمهيدا للجنازة والمقرر لها يوم 19 سبتمبر. من المقرر أن ينقل النعش من الكاتدرائية إلى مطار إدنبرا وذلك في 5 مساء بالتوقيت المحلي. سيسمح للجماهير بالاصطفاف بطول مسار النعش إلى المطار وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وفي 6 مساء سينقل النعش بالطائرة إلى مطار نورث ويلد التابع للقوات الجوية الملكية في لندن. ومن المتوقع أيضا أن يصل إلى لندن قبل أن ينقل إلى قصر باكنغهام حيث سيكون في استقباله الملك تشارلز الثالث.